فكتاب الله سبحانه وتعالى كله مبارك، شهد الله له بذلك. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فأقول بالله تعالى التوفيق، كتاب الله مبارك، ومن بركاته أنك تثاب عند تعلمه، وتثاب عند تعليمه، وتثاب عند العمل به، وتثاب عند تبليغه، وعند تدبره، وعند الدعوة إليه. مبارك عليك في دنياك، ومبارك عليك في قبرك، ومبارك عليك في آخرتك. فيا هنيئا لحاملي هذا الكتاب العزيز، يا هنيئا لهم، ويا سعادتهم، إذ الله قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.